اذا فزنا بالجيم حمود كل واحد منكم له 500 ريال. اوف صباح الخير شباب. وش الحصات اللي طلعتها هذه؟ المهم يا سلام يا سلام، وجهي عبارة عن مخدة تتمشى. ما شاء حبيب قمر، ما شاء الله علي، وانا حتى قاعد بالنوم قاعد. الله يخلي حبيب. طيب سايق وكي حلقات وزوفي كل ارتش. كل يوم شباب عندنا فلوغ من زمان مرة على الفلوغات. وانا سأل جميل حلو جوابه. انا حاليا يا جماعة الخير في دبي. تغطية افتتاح لعبة بلاك اوبس 4. طبعا هي صح يا جماعة، ما رويتكم الفيو. فيو نار، فيو مولع خيو. يا سلام يا سلام، مكان حلو. طيب انا صراحة الفيو عجبني، ما ادري عنكم يعني، صراحة حلو واجد الفيو واجد. هذه غرفة الجميلة يا جماعة الخير. ما أدري ليش سريرين، قالوا لي إن في استقبال بنعطيك سريرين. يلا مو مشكلة عادي يعني. الحمام وأنت بكرامة، طبعا القمر موجود. خلاص. فهذه الغرفة بكل اختصار، بقعد يومين أساسا. أمس وصلت في الليل واليوم بقعد اليوم كامل، وبكرة بكرة وشو؟ اي بكرة الجمعة، بكرة بسافر، بكرة رحلتي. طيب بسبح على السريع يا جماعة الخير وبنزل تحت في الفطور ان شاء الله. شوف حركة هذه الفلوجرز، انا ما اعرف بصراحة. حنكات يعني؟ اوكي تمام يلا. لكن صح قبل لا نروح الفطور، اهم شيء يا جماعه لا تنسوا اللايك، اشتركوا بالقناه اذا كنتم مشتركين، واذا تبغوا فلوقات اكثر اكتبوا لي في الكومنتات يا جماعه. من جد اذا تبغوا فلوقات اكثر دعموني بحماسكم لايكوتكم. ابغاك تكسر اللايك، تكسر الاشتراك، تكتب لي في الكومنت انك تبغى فلوقات. حبيبي قلبي الله يخليك، بتاخذ من الفطور فخلني اروح حبيبي. يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر. يا هلا كل واحد صور ثاني. تمام حبيبي الله يخليك حبيبي الله منور غرفة حمود. طيب يا جماعة الخير سولفنا شوي مع حمود والحين رايحين الى الايفنت ان شاء الله. ليتس جو. كله مأخرنا دي. يلا يا اخوي ايفنت زلاو. الله ما ادري وين حمان. وين حمان؟ تعرف وين غرفتها؟ بروح. حتى هذاك متأخر؟ والله شلون؟ والله توقيت عقب. والله محفور ها؟ وش سالفة؟ حمان؟ الله يرزقك بسالفة، وش قلت لي هذا محفور ها؟ حبيبي. قلنا الساعة 12، الحين الساعة كم حمود؟ 12 الحين. ساعة 12 وربع. يا سلام. معاك في التيم يا مجنون. للأسف للأسف ان حمود ويانا. انت شايف كيف بالعكس صار حبيبي. يلا مو مشكلة شوف. ليش هذا معانا يا أخي؟ كل مكان معانا. تعال عندي تكتيك. أقول لك روح دبي صار معاي. روح عندي تكتيك. ها وشو؟ لو في فرندلي فايا. لو كنت لما تتغير وتمشي عنزين طبعا يا جماعة ما يبغى. والله تكتيك نار. هلا. هاي اسم طريقنا شباب. هيجة. واو. Korean captain will now escort you to the drop zone. Listen out for further instructions once you arrive safely at the destination. شغل لنا صوت يقول لنا انه حاليا بنروح للزون. نروح للزون. قاعد يقول حمود ان احنا ثلاثه باقي الافرقه اربعه. هذا التصريف وش فيك؟ اذا خسرنا اذا خسرنا اقول لهم اوه احنا ثلاثه. لا نفوز عليهم نقول لهم احنا بثلاثه في الزون. You're required to locate three items en route which will secure your final entry into the safe zone. شباب اعطونا الخريطه بس وش نسوي الحين؟ الحين لازم ندور على المكان. اتوقع طيب لحظه حط في ثلاث اشياء لازم نحصلهم. اوكي وش هم؟ حلينا اول لغز يا جماعه وباقي نحل اللغز الثاني. اوكي يلا متكت. حلو متكت وبيرك. اوكي يلا اخر واحد عندنا متكت وعندنا البيرك.
اوكي باندج حلو باندج اوكي وصلنا عبتنا حمار لا انت ثاني تيم في تيم اوه ما على المركز الثاني حلو وصلوا تيم علاء بيروحون فيها بيروح الله الحين شباب بنلعب باتل رويال لكن السالفه مو عاديه السالفه الحين نسوي تحدي المفروض لعباتنا الباتل رويال ايه نلعب الحين باتل رويال اذا فزنا بالجيم حمود كل واحد منكم له 500 ريال اوف فيفرت شباب 500 ريال اذا فزنا بالجيم يلا ليتس جو اقول لك بدا التعريق من الحين شباب خرب بيتك مو شرط نفوز لا شرط لا لا اللعب للفله والوناس في ايه في ايه في ايه بجد في ايه يا هو سلام يا هو خلنا نلعب يا كابتن السلام عليكم قلت لي 500 ليش قلت لي تغير كلامك حبيبي قلنا جيم واحد على كيفك لا 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 جيم واحد يلا ردي ردي بسرعه الله العظيم انا اللي مسوي تحدي وهم اللي يشرطوا علي شو الناس هذه يا اخي انت وش فيك وش فيك لازم تخرب اي لقطه انت وش فيك يا اخي انت لازم تخرب اي لقطه توي قاعد اصور طول الوقت مو مصور لا تسجل اي صعب علي اي الى هنا شباب راح نطلع من الايفنت ان شاء الله طلبنا كريم حاليا لكن شوفوا ايش بيعطونا ميستري بوكس صندوق غامض ايش توقعوا داخله يا جماعه والله جاني فضول اعرف ايش يا جماعه حجمه 10 كيلو تعبنا يا اخي هل لازم نحملها من هنا الى هناك يا هو ابداعات حمام اهم شيء انت مبسوط جزء من ابداعات حمام حلاوه نفس الوقت بس واو عجائب حمام تستمر يا جماعه بالونه منوله كم عمرك انت اهم شيء انت مبسوط حمام العمر لا دين له شيء ابو شخ هلا هو لا دين والله مولع حمام قسما بالله يا يا ولد طرطر شوف 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 ايوه تبى ولا زياده ايوه لا 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 كف الريال الرسمي هذه بانينا موقعين عليها اتوقع اغلب اللاعبين ايه شوف كيف ولدنا يا شباب خلاص ولدنا قصر بتحطوه ولدنا يا اخي ولدها بالمثيل نزلوهم تعال معي تعال ايوه وش هذا اوه لا مو هاي تعال اوكي تعال طبعا في شيء فريقك مو في وصلت له كانت وصلت له قبل فريقك شو رايك؟ يا ساتر يا ساتر يا ساتر أوه. اوكي 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 قبل لا نفتح الصندوق يا جماعه اكتب لي في الكومنتات وش تتوقع راح يكون موجود داخل هذا الصندوق للامانه انا ما ادري بصراحه ما ادري يا اخي طيب يا جماعه اول شيء قبل لا نفتح هذا الصندوق شكرا اكتيفيجن شكرا كول اوف ديوتي على هذه الدعوه بصراحه استمتعت جدا يا جماعة يعطيهم العافية كل شيء كان بيرفكت الصراحة فيب سووا لنا أجواء وخلونا نجرب اللعبة شيء رهيب شيء مرة مرة رهيب طيب نجي للمهم كيف نفتح هذا الصندوق الحين والله يحتاج لنا شوية عنف يا جماعة يعني شوية
اوكي يلا بسم الله استعدين يا جماعه طبعا انتم راح تشوفوا معي فبسم الله 1 2 3 اوكي طيب ورقه عاديه هذا في البدايه اللي طلع لي في شيء هنا من الزاويه اوكي طيب وش هذا اللي داخل اوه نسخه من اللعبه اوكي نسخه من اللعبه يا جماعه خير بلاك اوبس 4 حلو والله خفت انه ما يعطونا بصراحه نسخه فحلو يعطيهم العافيه الصراحه اوكي اتوقع من جن ما في شيء الحين نبدا في العميق يا جماعه يا لطيف وش هذا يا ساتر هذا اكبر انبوكسنج انا بسويه في حياتي طيب اول شيء عطونا بوستر اتوقع يا بوستر اتوقع لطور الزومبي بعدين عطونا شيء من جن وش هذه اوه كول اوف ديوتي زومبيز 10 ييرز 10 سنوات اوه هذه بازل يا جماعه او تركيبات تركب واحده واحده والله مشوار يعطيكم العافيه بس والله مشوار يا اخي كذاب يو الصندوق الصندوق اللي تروح عنده وتفتح تفتح تعطيه 950 يطلع لك سلاح عشوائي واو وش في داخله يا سلام شباب مره رهيب هذا مره رهيب يا شباب طلع زياده عنه هو رهيب شوفوا شوفوا كيف يا جماعه لا تفشلني يا ساتر يا العبسه اللي سويتها يا ادم يا كابتن شداوة طيب يا جماعه الخير هذا كان الفلوق اتمنى البسط والمقطع لا تنسوا اللايك يا جماعه اشتركوا في القناه اذا كنتم مو مشتركين شكرا اكتيفجن شكرا كود على هذه الدعوه بس هاك اليوم كان معكم ادم وسامي كلاب تشكيو مع السلامه